طيب هنتكلم النهارده عن محاضرة السيمي كوندكتور، وطبعا المحاضرة دي هي بداية الجزء الثالث في الالكترونكس كورس، وهو الجزء الخاص بالسيمي كوندكتور والديودز والترانزستور، وتقريبا او ما يعني الجزء العملي من الكورس. كل اللي كان قبل كده ده جزء ثيوريتيكال وجزء في سيركتس واناليسيس ومسائل اكتر، لكن جزء السيمي كوندكتور والديودز والترانزستور ده جزء عملي اكتر. طيب اول حاجه هنتكلم فيها عن الجزء ده هو ايه هي السيمي كوندكتور، وايه فرقه السيمي كوندكتور، وايه علاقه السيمي كوندكتور بالديود والترانزستور، وايه هو الترانزستور والديود واستخداماته، وليه بناخده، وايه علاقه كل ده بحاسبات. طيب مبدئيا حاسبات طبعا في مواد بتتخصص ب او مرتبطه اكتر بالهاردوير، وفي مواد تانية مرتبطه اكتر بالسوفت وير. المواد الخاصه بالهاردوير دي مواد بتدرس الحاجات اللي ليها علاقه باي هاردوير انت ممكن تتعامل معاه. طيب من ضمن الحاجات دي احنا طبعا ابسط حاجه او ابسط مثال يوضح لنا الدنيا هو ان الكمبيوتر اللي احنا بنبقى ماسكينه سواء كان كمبيوتر او لابتوب هو في الاساس بيتكون من كومبوننت او هاردوير. الكومبوننتس دي كل كومبوننت منها بيتكون من حاجات اصغر منها. يعني مثلا لو انت مسكت اي تشيب موجوده في الكمبيوتر هتلاقيها بتتكون من ايه؟ من حاجات تانيه اصغر منها. اصغر مكون لل الكومبوننت دي كلها لو مسكت كومبوننت واحد اصغر اليمنت فيها هو الديود والترانزستور. فالديود والترانزستور بيستخدموا في بيلدينج الكمبيوتر كومبوننت او الكمبيوتر اليمنتس. وطبعا طالما هو بيستخدم في الكمبيوتر كومبوننت ده معناه ان هو له فيتشرز هي اللي بتساعد الكمبيوتر في ان هو يشتغل. من ضمنها طبعا ان الديود والترانزستور بيستخدموا في بيلدينج اللوجيك جيتس، وطبعا اللوجيك جيتس هي المتخصصه بعمليه الايه يعني اي اوبريشن اي ماثيماتيكال اوبريشن ممكن استخدمها في الكمبيوتر، بحيث طبعا ان اللوجيك جيت اللي هي مثلا اند بتتكون من 2 ديود وريزيستنس وهكذا. فانا عندي تشيب بتتكون التشيب دي من لوجيك جيتس، اللوجيك جيت اصلا بتتكون من ديود. طيب الديود ده اساسا بيتكون من ايه، او اصلا يعني عباره عن ايه، ماده من ايه، او نوعها ايه؟ فالماده دي نوعها سيمي كوندكتور. فبدايه الماتيريال في الطبيعه اصلا ثلاث انواع، يا اما تبقى كوندكتور يا اما تبقى انسوليتور يا اما تبقى سيمي كوندكتور. فجزء او الماتيريال اللي هي سيمي كوندكتور دي مواد اشباه موصلات، او مواد لا هي بتوصل ولا هي عوازل، بس انا ينفع اتحكم فيها بحيث ان انا ممكن اخليها مره تبقى عازله، ممكن تبقى اخليها مره كوندكتور. ايه الميزه او ايه الفرق بين ايه اللي بيخلي الماده تبقى كوندكتنج وايه اللي بيخلي الماده تبقى انسوليتور؟ عدد الالكترونات، كل ما الذره دي يكون فيها عدد الكترونات كتير ده معناه ان هي ممكن توصل، بحيث ان الالكترونات دي لو عملت حاجه بحيث انها تبقى فري هيبقى انا كده عندي الكترونات فري كتير وبالتالي الماده دي هتوصل. لكن لو كانت الماده عدد الالكترونات اللي موجوده فيها قليله، وبالتالي انا لو جيت حراره الالكترونات دي من الذره هيبقى عدد الالكترونات اللي فري عندي كام؟ صغيره، وبالتالي الماده تبقى انسوليتور. فاللي بيميز الانسوليتور من الكوندكتور هو عدد الايه؟ الالكترونات. كل ما كان عدد الالكترونات اكبر كل ما كان ايه؟ الماده اقدر اقول عليها كوندكتنج. كل ما كان عدد الالكترونات قليل، رقم قليل، هيبقى ايه؟ هقول على الماده دي انسوليتور. طيب وبالنسبه للسيمي كوندكتور، اولا النمبر اوف سيمي كوندكتور النمبر اوف الكترونز اللي الموجودين في السيمي كوندكتور في العادي بتكون حاجه في المتوسط، ممكن تكون 4 5 3 حاجه ايه في المتوسط. بس الميزه الاكبر في السيمي كوندكتور هو ان النمبر اوف الكترونز دي اقدر اتحكم فيها، بحيث ان انا حرفيا ممكن اوصلها لرقم كبير وممكن اوصلها لرقم صغير. فالسيمي كوندكتور الميزه اللي فيها هو ان انا اقدر اخليه
اقدر اخلي عدد الالكترونات بتاعتي تزيد. طيب طبعا هنعرف بالتفصيل الحاجة زي كده دي ممكن تحصل ازاي. طيب بالنسبة لي طبعا دي برضو فيجر بيوضح لنا الفرق اللي انا لسه قايلاه، هو ان الكوندكتور بيبقى عدد الالكترونات اللي فيه بتكون كتيره، لوتس اوف فري تشارج كاريرز اللي هي الالكترون، والانسولتر بتكون عدد الالكترونات اقل، لكن السيمي كوندكتور بيكون عدد الالكترونات فيها بيكون كنترولبل، يعني اقدر اتحكم فيه. تمام. من امثله الكوندكتور المواد او الماتيريال اللي موجوده في الطبيعه كوندكتنج هي الكوبر والالومنيوم، وطبعا حاجات تانية كتير، والانسولتر الامثله فيها طبعا الزجاج والدايموند والسلفر. والسيمي كوندكتور فيه مواد كتيره جدا سيمي كوندكتور، ولكن الاشهر هو السيليكون. عندنا سيليكون وجرمانيوم، بس في العاده هتلاقينا دايما بنشرح على السيليكون. ليه بنشرح على السيليكون؟ عشان السيليكون، مع ان السيليكون والجرمانيوم الاثنين النمبر اوف الكترونز اللي فيها حوالي 4، لكن السيليكون يعتبر ماده ايه، رخيصه او موجوده في الطبيعه بشكل متواجد، بحيث ان انا اقدر، هي متوفره، فاقدر ان انا اتعامل معاها والاقيها واقدر اعدل فيها زي ما انا عايز. فالسيمي كوندكتور ماتيريال النمبر اوف الكترونز اللي فيها كنترولبل، والامثله عليها او الاشهر هي ماده السيليكون. طيب دلوقتي انا عندي الذره، انا بقول مستوى الطاقه الاخير المفروض يكون فيه عدد كبير او عدد صغير. يعني في العادي ان انا بيبقى عندي نواه وبيكون في مستويات او في الكترونات موجوده في الاخر، او بتكون في مستوى الطاقه الاخير. لو كانت الالكترونات الموجوده في مستوى الطاقه الاخير دي كتير، اقدر اقول ان الذره دي ايه، كوندكتنج. ولو كانت الموجوده في الاخر دي قليل، اقدر اقول ان هي ايه، انسوليتر. طيب ايه اللي بيخلي ان انا الذره اقدر اخلي الالكترون ده يبقى فري؟ يعني هي اصلا الالكترونات موجوده في مستوى الطاقه الاخير، ازاي اخليها فري؟ طبعا من ضمن الطرق المنطقيه او الاقرب للتصور هي ان انا ممكن اضيف انرجي، او ان انا اضيف هيت للماده، بحيث ان الماده دي ايه، ممكن الروابط اللي بينها تتكسر، وبالتالي الالكترونات هتبقى فري وهتحرر من قوه جذب النواه ليها. تمام. فلو انا عملت ادنج انرجي، هيبقى الالكترونات دي تبقى فري. فلو فرضنا ان دي مستويات الذره، وبسمي المستويات اللي هي باللون الاحمر دي الفالنس باند، يعني المستويات اللي الذره فيها مستقره. لو حصل والماده فضلت اديها انرجي، هيجي في وقت من الاوقات الالكترونات هتبقى ايه؟ هتتكسر او هتبعد عن النواه، وبالتالي هتحول الكوندكشن باند، او ان هي هتبقى فري. وانا بقول في الحاله دي ان الذره مالها، هتبقى في حاله الكوندكتنج. طالما هي الالكترونات قدرت اوصل ان انا اخليها تبقى فري، هيبقى هي كده في الكوندكشن باند. يعني سكتش، يعني الدياجرام ده بيوضح يعني بس عمليه الايه، الادنج الانرجي، وازاي ان الذره ممكن تحول من الذره من حاله مستقره لحاله ان هي تبقى بتوصل، بناء على ان الالكترونات بقت فري. الشكل ده بنسميه اتوميك ستراكشر، وده اسمه انرجي باند دياجرام. تمام. لو احنا عايزين انا قلت طبعا الامثله للسيمي كوندكتور ماتيريال هي السيليكون والجرمانيوم. طيب مبدئيا ذرات السيليكون متحده مع بعضها ازاي؟ يعني انا بقول انا هكسر الروابط اللي موجوده والالكترون لو بقى فري، طب الروابط اللي موجوده بين ذرات السيليكون وبعضها نوعها ايه؟ في العادي انا ما اعرفش غير نوعين بس من الروابط، وهي الروابط في روابط ايونيه وفي روابط تساهميه. دي الروابط مثلا الايونيه، الروابط الايونيه الميزه بتاعتها هو ان لو انا عندي ذره مستوى الطاقه الاخير فيه عايز ذره واحده مثلا، وذره ثانيه عندها الكترون واحد فري، يبقى ايه اللي يحصل؟ ممكن الذره اللي عندها الكترون واحد فري تدي الالكترون ده لذره ثانيه، وبالتالي هيبقى ايه؟ هتبقى الاثنين هيبقوا مستقرين.
لان الاستقرار بيجي من ان مستوى الطاقه الاخير يبقى مليان. فلو في ذره عندها الكترون واحد فري وذره عايزه الكترون واحد فري، دي تدي دي ودي تبقى مستقره، لان هي كده مستوى الطاقه الاخير او اللي يعتبر بقى القبل الاخير. الاخير فضي، القبل الاخير خلاص مليان، وهنا الاخير بتاعها بقى مليان. فدي اللي هي الروابط الايونيه، بنسميها الايونيك كومباوندز. في نوع تاني من الروابط هو الروابط التساهميه، وهي ان طبعا دي اصلا شرح الروابط الايونيه. الروابط التساهميه لو بنسميها الكوفالنت بونز، لو انا عندي يعني هي اكثر اختصارا ليها في الشرح، هي ان هي روابط مشاركه. يعني انت معاك الكترون وانا معايا الكترون، فبدل ما ناخده منك وانا انت تاخده مني، احنا الاثنين نتشارك، بحيث ان احنا كلنا بايه مستوى الطاقه الاخير بتاعنا مليان. فدي الروابط التساهميه. عندنا مثلا ذره الهيدروجين بيكون مستوى الطاقه الاخير فيه واحد، ذره الكربون بتكون فيها اربعه. طبعا ذره الكربون محتاجه اربع الكترونات، فلو الكربون اتحد مع اربع ذرات هيدروجين هتبقى الكربون فيها ثمانيه، وطبعا الهيدروجين هياخد واحده من، يعني انا عندي الكربون فيه اربعه، فلو كل واحده اتحدت مع الهيدروجين هيبقى الهيدروجين فيه اثنين، الهيدروجين ده يبقى فيه اثنين وده يبقى فيه اثنين وده يبقى فيه اثنين، فالاثنين طبعا كده يبقى مستقر. فدي طبعا نوع الروابط التساهميه. بالنسبه للسيمي كوندكتور او السيليكون ماتيريال اللي عندنا، الروابط اللي موجود فيها روابط تساهميه. طبعا احنا كنت انا قلت ايه هو اقرب مثال او اقرب حاجه او اقرب طريقه منطقيه تحول لي الذره من سيمي كوندكتور لكوندكتنج، او ان انا ازاي اخلي فيه الكترونات فري. قلنا ان انا اضيف انرجي، فلو انا سخنت الماده او ضفت لها انرجي هلاقي ان الروابط دي اتكسرت. طيب هل هي دي الطريقه الوحيده اللي انا ممكن استخدمها علشان احول الماده من سيمي كوندكتنج لسيمي كوندكتور للماتيريال لكوندكتنج؟ لا، في طريقه ثانيه، وهو ان انا بعمل حاجه اسمها دوبنج. دوبنج يعني طبعا احنا متفقين ان السيمي كوندكتور ماتيريال كل الروابط اللي متحده مع بعضها سيليكون. ليه بقى السيليكون؟ لحظه واحده، طيب دلوقتي انا عندي لسه قايله ان ذرات ال ان اي متحده مع السي ال برابط ايونيه، بحيث طبعا ان دي فيها سبعه. طيب انا عندي ال ان اي متحده مع السي ال بذرات ايونيه برابط ايونيه. طيب بالنسبه لل مثلا الاتش متحد مع السي ال برابط تساهميه، ودي شرحناها. عندي هنا السيليكون بقى متحد مع بعضه بروابط تساهميه، بحيث ان انا عندي هنا ذره السيليكون اخرها هنا في اربعه وهنا في اربعه، تمام؟ علشان الذره الواحده تبقى مستقره بتتحد مع ذرات سيليكون تانيين اربعه حواليها، تمام؟ زي الهيدروجين مع الكلور مع الكربون، السيليكون بيتحد مع اربع ذرات تانية، بحيث طبعا السيليكون ده هيدي الكترون للسيليكون الاصلي بتاعنا، هيدي الكترون. وبما ان انا عندي اربعه وهتحد مع اربعه يبقى انا معايا كام؟ يبقى انا معايا ثمانيه، فيبقى كده الذره دي بقت مستقره. بنسمي الذره دي لو هي متحده بس بروابط تساهميه ومفيش اي جديد بنسميها بيور. بيور يعني نقيه، تمام؟ او ساعات بنسميها انترنسك. فالانترنسك سيمي كوندكتور ماتيريال هي اياها البيور سيمي كوندكتور ماتيريال. فالبيور او الانترنسك هي ماده او سيليكون متحدين مع بعض بذرات شبه بعض، سيليكون متحد مع سيليكون، مفيش اي ايه اي حاجه جت امبيورتيز او اي حاجه جت شوائب من ذرات مختلفه. طيب الطريقة الثانية اللي أنا ممكن أستخدمها علشان أحول سيمي كوندكتور لكوندكتنج هو إن أنا بضيف امبيورتيز. امبيورتيز يعني إيه؟ يعني بشيل ذرة سيليكون من دي وأحط بدلها ذرة تانية. وطبعًا هنوضح دلوقتي إزاي ممكن ذرة تانية تكون لي إن يبقى فيه إلكترون فري أو إن يبقى في الآخر المادة تبقى كوندكتنج. تمام؟ بس دي فكرة الطريقة الثانية لي إن أنا أحول سيمي كوندكتور لكوندكتنج، هو إن أنا
اضيف ذرات مختلفه عن السيليكون ما في رابطه في الكريستال بتاع السيليكون، تمام، او في ذرات السيليكون اللي متحده مع بعض. لو حصل وعملت كده الدنيا دي كلها ما بتبقاش بيور، بتبقى امبيور، تمام. فالبيور سيمي كوندكتور ماتيريال دي عباره عن سيليكونات ماتيريال متحده مع بعض، لكن الاكسترنسك دي عباره عن سيمي كوندكتور ماتيريال او سيليكون ماتيريال متحدين مع بعض، بس ضايفه معاهم ايه؟ ذره مش سيليكون، تمام. دي طبعا شكل الذرات السيليكون وهي متحده مع بعضها، بنسمي الـ الحاجه دي بنسميها كريستال او بيور كريستال. كريستال يعني بلوره، او ان انا عندي ذرات سيليكون كتيره متحده مع بعض، تمام. طيب الذرات السيليكون في العادي طبعا قلنا ان هي انترنسيك، وما بيكونش فيه هناك اي امبيورتيز، ما بيكونش فيه اي شوائب متضافه، وده طبعا بيكون في حاله ان انا متاكد ان انا ما زودتش درجه حراره الغرفه. ما انا يعني هي السيمي كوندكتور في حاله عاديه في درجه حراره الغرفه، يعني انا ما ضفتش انرجي بتكون بيور، لو ضفت انرجي الروابط بتتكسر، لو ما ضفتش انرجي وعملت امبيورتيز يعني ضفت شوائب الروابط هتتكسر. عندي حاجتين، ان يا اما ازود درجه حراره الغرفه او ان انا اضيف امبيورتيز. طيب السؤال هنا بيسال سؤال، هل لما بيكون درجه حراره الغرفه والروابط كلها بتكون متكامله هل الماده بتكون كوندكتنج؟ لا طبعا، بتبدا تكوندكت لما التي توصل لاكبر من زيرو. طبعا التي دي بالكلفن، يعني درجه حراره الغرفه لما بتزيد عن معدل معين بيبدا يكون فيه فري الكترونز طبعا نتيجه ان الروابط بتتكسر. طيب اللي هو what happens if ال T أكبر من الزيرو أو درجة حرارة الغرفة بتبقى بتزيد؟ هنلاقي إن درجة الحرارة لما بتزيد الإلكترونات بتبقى فري، خلاص، وبالتالي مجرد وجود الإلكترون فري ده بيكون بيوصل المادة إنها تبقى كوندكتنج. طيب عايزين بس إني هايلايت حاجة كده مهمة، وهي إن دلوقتي لو أنا عندي الكترونات وجيت سخنت الماده او ضفت انرجي وبقى في الكترون فري، ايه اللي حاصل دلوقتي؟ طالما بقى في الكترون فري هيبقى ايه؟ يبقى المكان ده فاضي، يبقى المكان اللي موجود الكترون فيه او اللي كان الكترون فيه يبقى اسمه هول. دي حاجه، فسخنت او ضفت انرجي الكترون بقى فري، ساب مكانه هول، خلاص كده الماده بقت كوندكتنج. طيب نفترض ان انا دلوقتي مركزه بس في ان في هول، دلوقتي في هول، ايه اللي ممكن يحصل؟ طبعا دي الهول، والالكترون اللي موجود مستقر في مكانه اصلا ايه؟ مختلفين في الشحنه، فممكن يحصل ان الالكترون ينجذب للمكان ده والالكترون يتحرك من مكانه اصلا. فحاجتين، التشارج كاريرز او الحاجات المسببه لوجود الكرنت او ان الماده في الاخر تكوندكت، هو ان يكون في الكترون وان يكون في هول. فلو في الكترون فري يبقى انا كده في كوندكتنج. طب لو انا في هول هتجذب الالكترون اللي قاعد مستقر في حاله وبالتالي هيحصل حركه. فالحاجات الاساسيه او الحاجات اللي بتخلي الذره في الاخر توصل هو الالكترون بقى، الالكترون والهول مش الالكترون بس، تمام. طيب هنتكلم بقى عن عمليه الامبيورتيز او عمليه الدوبينج. لو انا كنت ذرات السيليكون متحده مع بعضها وشلت واحده منهم وحطيت بدلها ذره ثانيه بسمي العمليه دي اسمها دوبينج بروسس. الدوبينج بروسس هي ان انا بضيف امبيورتيز تو انترنسيك سيمي كوندكتور. عندي ذره سيمي كوندكتور بيور بضيف لها شوائب وبضيف لها حاجات مش بيور او مش زيها مش سيليكون، وبالتالي بيكون طبعا بهدف ان انا بزود النمبر اوف الكترونز او بزود النمبر اوف هولز. انا لو عرفت ازود الهولز او عرفت ازود الالكترونز انا كده حولت الماده بتاعتي ل كوندكتنج. هنعرف طبعا ازاي، مثال لو انا ضفت ماده يديني الكترون، لو ضفت ماده ثانيه يديني هولز.
طيب خلينا نتكلم على نوع معين من الدوبينج، وهو الدوبينج لو انا ضفت مواد مثلا بنتافالنت. بنتافالنت يعني مستوى الطاقة الأخير فيه 5. طبعا احنا قلنا هنضيف مواد. الإضافة دي فيها نوعين، فيها مواد يعني السيليكون فيه 4، يا إما أضيف مواد عدد الإلكترونات اللي فيها أكبر من 4، أو عدد الإلكترونات اللي فيها أقل من 4. فلو طبعا خدنا مثال لرقم 5 على أساس إن هو أكبر من 4، وخدنا مثال لرقم اللي هو 3 على أساس إن هو أقل من 4. فده في نوعين من الدوبنج، يا إما أضيف بنتافالنت يا إما أضيف ترايفالنت. طبعا أنا ممكن أضيف مواد فيها 6 عادي أو 7، بس للتوضيح هناخد بس إيه حالة واحدة. طيب لو أنا حصل وضفت الذرات بنتافالنت أو ذرة موجودة، شلت سيليكون من الكريستال بتاع السيليكون وحطيت ذرة تانية وكان مستوى الطاقة الأخير فيه 5، مين هي الذرات اللي ممكن تقوم بالمهمة دي؟ هنلاقي مثلا عندي الأرسنك أو الفوسفور، أرسنك إيه إس والفوسفور بي بي. طيب بالنسبه للترايفالنت، مين هي المواد اللي ممكن تعمل لي حاجه زي كده؟ يعني ممكن اشيل السيليكون واحط بداله ايه؟ هلاقي البورون مثلا، الالومنيوم والجاليوم. طبعا دي امثله. طيب ازاي برضو لغايه دلوقتي ما فهمتش ازاي لو ضفت بنتافالنت ممكن يبقى فيه الكترون فري؟ طيب مبدئيا دي الكريستال بتاع السيليكون، عندي سيليكون بتحدى مع 4 حواليها، السيليكون دي اصلا فيها 4، هتاخد واحد من هنا هيبقوا 5، واحد من هنا يبقوا 6، واحد من هنا يبقوا 7، واحد من هنا يبقوا 8. فالسيليكون دي تبقى مستقره خلاص، مرتبطين مع بعض بكوفالنت بوند، وبنسمي المستوى الطاقه الاخير ده فالنس شيل او الفالنس باند او مستوى الطاقه الاخير. تمام. طيب ودي كلها اسمها كريستال لاتيك. ايه بقى اللي بيحصل؟ شيل لي بقى ذره السيليكون اللي في النص دي، تمام، حط لي بدلها ارسنك مثلا. أرسنك ده في مستوى الطاقة الأخير فيه 5، إيه اللي هيحصل؟ أنا عايز الأرسنك دي فيها 5، خلينا كده نفترض إن هي فيها 4 وفي إلكترون كده حاطينه في دماغنا على جنب، الأرسنك دي فيها 4، تمام؟ ناخد ذرة الأرسنك دي اللي هي فيها 4 هتتحد مع 4 تانيين زي ما إحنا عارفين بالنسبة للسيليكون، فالأرسنك هيبقى فيها كام؟ هيبقى فيها 8. فلما الأرسنك ده يبقى فيها 8، الإلكترون اللي فيه ده مش هيبقى له مكان. فلو أنا خليت الأرسنك يتحد مع 4 ذرات سيليكون هيبقى فيه الكترون فري، وبكده انا عملت عمليه الدوبنج، وبالتالي انا حولت الماده لايه؟ من سيمي كوندكتور لكوندكتنج. طبعا الكترون واحد فري ده مش هيبقى معضله، والمفروض ان انا اعمل ايه؟ يعني ازود عمليه الدوبنج، يعني اضيف ذرات ارسنك كتير وبالتالي هينتج لي ذرات الكترونات فري كتير. يعني ممكن اضيف، انا عندي اللاتك دي فيها 1000 رابطه 900، اضيف 1000 ذره ارسنك وبالتالي يبقى عندي الكترون فري ايه؟ 1000. طبعا لو انا ضفت واحده بس هو ستيل انا عندي الكترون فري، بس طبعا كل ما زادت كل ما زي اتفقنا، يعني كل ما العدد الالكترونات الفري تزيد كل ما الماده تبقى اقرب لايه؟ ما تبقى كوندكت. فهنا بالنسبه لل ايه اللي هيحصل لو انا ضفت بنتافالنت للانترنسك او البيور سيمي كوندكتور ماتيريال؟ اولا الماده دي بيكون فيها 5، 4 منهم بيتحدوا مع الـ4 من السيليكون. الالكترون الخامس بيبقى ايه؟ بيبقى فري، ما بيلاقيش حاجه يتحد بيها بيبقى فري. وفكره ان يكون في الكترون فري ده معناه ايه؟ ان كده عندي كارنت. طيب بنضيف لي او بن بن بنشير الى العمليه دي ان هي دوبنج، صح؟ وانا كنت قلت ان في نوعين من الدوبنج. عايزه بقى ريفير للنوع ده، ان هو اقول يعني لما اضيف بنت فالنت ولا لما اضيف ايه بنسميه دوبنج في الحاله دي ان تايب. ان تايب يعني لان بينتج لي ان اللي هو ايه؟ الكترون فري. خلاص، فبسمي الدوبنج نوع الدوبنج. طبعا انا قلت في نوعين، النوع التاني لسه مش عارفه، بس لما بضيف النوع ده، لما بضيف ذره فيها 5 بينتج لي ان تايب، يعني بينتج لي الكترون فري. خلاص، طبعا هنشوف لما اضيف 3 ممكن ايه اللي ينتج لي يبقى فري، يعني ايه اللي ممكن اتخيله، يعني كده ايه اللي ممكن يبقى موجود. فدي بس بالنسبه لادنج البنت فالنت ماتيريال. طيب معلومه بس الثانيه قبل ما نوصل للتراي فالنت ماتيريال او الدوبنج في بالنوع الثاني، هو ان انا دلوقتي قلت لو ضفت ذره ارسنك هيبقى قاعد الالكترونات مالها بتساوي عدد الالكترونات اللي انا ضفتها،
لان لما اضيف ذره ارسنك بتديني الكترون فري، فلو ضفت 10 هيديني 10 الكترون فري، وبالتالي فان عدد الالكترونات الموجوده عندي بيساوي ان دي، ان دي يعني بتساوي عدد الالكترونات اللي هي ايه؟ دونر. دونر يعني اللي بتعطي، عدد الالكترونات اللي هي بتعطي. يبقى الان بيساوي الان دي، عدد الالكترونات اللي هتنتج لي في العمليه دي او عمليه الدوبنج هتساوي عدد الذرات اللي انا ضفتها، وعدد الذرات اللي انا ضفتها بسميها ان دي. ان فور عدد الذرات، ودي لان الذره دي نوعها دي دونر، دي يعني دونر، دونر يعني بتعطي. تمام؟ طيب فبنسمي الارسنيك هنا ايه؟ دونر ماتريال. ده طبعا رسم توضيحي تاني ليه فكره ال اضافه ال يعني اضافه الذره اللي فيها 5 الكترونات، وازاي في الاخر بتكون الالكترون موجود هنا في البالانس باند. الالكترون بيبقى موجود هنا في البالانس باند عادي، ولما بيحصل ان انا مش بضيف انرجي، ما بيحصل ان انا بضيف بعمل دوبنج، الالكترون بيوصل هنا في كوندكشن باند. طيب بنرجع للسلايد دي بعدين. طيب ايه اللي هيحصل لي لو انا ضفت تراي فالنت ماتيريال؟ لو ضفت تراي فالنت ماتيريال اللي هي ذره فيها 3، هشيل ذره السيليكون دي واحط بدلها اي ذره من ذرات التراي فالنت اللي احنا قلنا عليها، ونفرض مثلا البروم. ايه هشيل السيليكون واحط بداله بروم. ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان ذرات السيليكون دي 4، ذرات السيليكون اللي هي موجوده حوالينا دي 4، والبرون فيه 3. ايه اللي هيحصل؟ البرون هيبقى فيه كده 7، وفيه ايه؟ وفيه هول. المكان ده هيبقى هول. طب احنا اتفقنا ان فكره وجود الهول ممكن تجذب الكترون موجود قاعد مستقر في حاله، هتلاقيه ينتقل لان فيه هول. ففكره ان يبقى فيه هول ده بتخلي الالكترون يتحرك. فمن هنا بتيجي فكره ال ان الـ ان الـ ان الدوبنج بالترايفالنت ممكن يحول بشكل غير مباشر لوجود الفري الكترونز، وبالتالي في ان التشارج كيرفز اللي موجوده في السيمي كوندكتور ماتيريال هي الهولز والالكترونز. تمام؟ الالكترون لانه فري، والهول لانه بيخلي فيه الكترون ينجذب ليها ويبقى فري. خلاص؟ اللي بيحصل هنا طبعا بناء يعني بعد الشرح ده، هو ان الذره بتاعت البرون بتكون فيها 3 الكترونات في مستوى التكه الاخير في البالانس باند، والثلاثه دول بيتحدوا مع 3 سيليكون تانيين، وفي واحده فيهم في يعني في مكان بيكون فاضي وبنسميه هول، والهول دي بتاكسبت ايه؟ بتقدر ان هي تجذب الكترون موجود تاني في مكان تاني. يعني ممكن يكون في كريستال تانيه قاعده مستقره كلها سيليكونات مع بعض، وفي سيليكون في واحده في زر في الكترون هناك مستقر، هيلاقي ان في هول فهينجذب لها وبالتالي هيتحرك. تمام؟ طيب ده طبعا برضو رسم تاني توضيح لفكره الترايفالنت. هي السلايد اللي انا كنت عديتها هي هنا برضو تاني، بس طبعا عايزين ناكد على فكره ال ان انا البي برضو هتساوي الان اي. كان في الدوبنج الاولاني الان بتساوي ان دي، الان بتساوي ان دي. يعني لو انا ضفت ذره ارسنك واحده هينتج لي الكترون فري، لو ضفت 2 هينتج لي 2 الكترون فري، وبالتالي في عدد الالكترونات هتساوي كام؟ هتساوي عدد الذرات اللي انا ضفتها، وفرض طبعا ان هي بنت فالنت. طيب لو انا جيت ضفت ذره برون هينتج لي هول، لو ضفت 2 هينتج لي 2 هول، وبالتالي فان البي هتساوي الان ايه؟ البي هتساوي عدد الذرات اللي انا ضفتها من نوع الترايفالنت. بسمي دي ممكن اقول ان الان بس انا عايزه ريفير لاني نوع الان دي فور دونر والاي فور اكسبتور. تمام؟ دونر لانها بتعطي، اكسبت لان هي بتستقبل الكترون. خلاص؟ هي بتكون فيها الكترون فري، بتكون فيها هول فري، وبالتالي فيها ممكن تستقبل الكترون. خلاص؟
لو انا عايزه اجيب في العادي، لو انا ضفت، لو انا ما كنتش عملت لوبينج خالص في الانترنسيك سيمي كوندكتور ماتيريال، هلاقي ان في علاقه بتربط بين الان والبي. يعني اصلا بيبقى فيه الكترونات فري وهولز فري بمعدل معين في حاله ايه، في درجه حراره الغرفه. يعني اصلا لو انت السيليكون متحد مع سيليكون مع بعض من غير ما يحصل اي شوائب، في العادي هتلاقي ذره، هتلاقي الكترونات فري وهتلاقي هولز فري. يعني هيكون في حركه ايه، عشوائيه كده بسيطه، بحيث ان الحركه دي قليله، ما تاثرش، ما توصلش لدرجه ان الكوندكت من السيمي كوندكتور تبقى كوندكت. تمام. فالان هتساوي البي في الانترنسيك سيمي كوندكتور ماتيريال في درجه حراره الغرفه، الان هتساوي البي هتساوي الان ار. تمام. والان ار ده كونستنت معين اسمه 41 في 10 اس 10، ده عدد الالكترونات اللي ممكن تبقى فري في درجه حراره الغرفه. طيب لو انا دلوقتي كنت بي تايب خلاص، وعارف ان البي بيساوي الان ايه، لو عايز اجيب بقى عدد الالكترونات، انا عارف ان البي بيساوي الان ايه، طب الان بكام؟ يعني انا دلوقتي في الانترنسيك سيمي كوندكتور عارف ان لازم يكون في ان ولازم يكون في بي في العادي خلاص. جيت انا هنا في البي تايب، عرفت ان انا عندي بي بس بقيمه معينه، مش مالهاش دعوه بالان اي. هنا الان والبي بيساوي ان اي خلاص. هنا في البي تايب انا عرفت قيمه البي، البي بيساوي الان ايه، طب الان اي الان بكام؟ عدد الالكترونات، بما ان لازم يكون في بي ولازم يكون في ان، الان بكام؟ لو انا جيت على الرول دي وضربت الان في البي، الان في البي هتساوي ايه؟ هتساوي ان اي، ان الان بتساوي ان اي والبي بتساوي ان اي، فلو ضربتهم في بعض هديني ان اي سكوير. طيب لو انا عارف قيمه البي دي اللي هي البي بتساوي الان اي، الان ايه؟ يبقى الان اللي انا عايز اجيبها بتساوي ان اي سكوير على البي. خلاص. فالهدف من السلايد دي هو ان في رول اسمها لو ماس، لو اوف ماس اكشن، وهو ايه هي العلاقه بين النمبر اوف الكترونز والنمبر اوف هولز في النورمال كيس او في الحاله العاديه. في بالنسبه للبيور ماتيريال العلاقه بينهم ان هم بيساووا بعض، بيساووا كونستنت معين. بالنسبه لو انا عملت دوبنج ببقى عارف قيمه البي، وبالتالي اقدر اجيب الان من خلال الرول اللي هي ان اي سكوير على البي. وطبعا لو كنا رحنا للسلايد اللي قبل كده بالنسبه للدوبنج، الدوبنج في حاله الترايفالنت، هلاقي ان طبعا بالنسبه للانترنسيك ماتيريال كان ان بيساوي البي بيساوي ان اي. طيب في حاله ان، طيب او في حاله لو انا ضفت ترايفالنت، كان الان بيساوي ايه؟ الان بيساوي ان دي، وبالتالي فالبي، لان لازم يكون في ان وبي في العادي، لازم يكون في ان وبي، البي هتساوي ايه؟ هتساوي ان اي سكوير على الان. تمام. جيفن الرول دي انا عايز اجيب البي، هنا بقى مش بتساويها بالنسبه للان. طيب بالنسبه للان، طيب الان والبي مش بيساوي بعض، بس الرول دي ثابته، يعني مش ثابته الرول دي، يعني ممكن استخدمها بحيث طبعا ان انا لو ضربت الان في البي هيديني ان اي سكوير، دي رول. يبقى الان لما تساوي الان دي هيبقى البي بيساوي ان اي سكوير على الان. تمام. ده طبعا كده بالنسبه للطريقه الثانيه اللي انا ازاي احول السيمي كوندكتور لكوندكتنج باستخدام عمليه الدوبنج، وهو باضافه شوائب سواء كان بنت فالنت او تراي فالنت. والبنت فالنت بينتج لي الكترونات فري، والتراي فالنت بينتج لي هولز فري، اللي هي في الاخر تقدر تاكسبت الكترون ثاني من كريستال ثانيه بيور. طيب خلاص انا كده كان عندي سيمي كوندكتور ماتيريال وحولتها لكوندكتنج، هعمل ايه بقى بعد كده؟ يعني ممكن ايه اللي انا اعمله عشان اوصل بقى لارض الواقع ان انا اخلي السيمي كوندكتور ماتيريال دي اللي هي كوندكتنج اعمل بيها حاجه؟ ممكن السيمي كوندكتور دي اوصلها ببطاريه. لو انا وصلت السيمي كوندكتور دي ببطاريه هينتج لي حاجه اسمها دريفت كارنت. دريفت كارنت هو ان لو انا جبت السيمي كوندكتور ماتيريال اللي هي ان تايب وصلتها ببطاريه هيحصل حركه، والحركه دي هتبقى ايه؟ هتكون لي كارنت، فهيبقى في كارنت بناء على ان انا وصلت بطاريه. خلاص. فالدريفت كارنت ده هو الكارنت اللي بينتج نتيجه توصيل السيمي كوندكتور ماتيريال ببطاريه. خلاص. طيب
في نوع تاني من الكرنت ممكن ينتج نتيجة إن أنا حولت المادة بتاعتي لكوندكتنج، هو حاجة اسمها ديفيوجن كرنت. ديفيوجن كرنت هو حركة الإلكترونات أو الهولز بشكل عشوائي في درجة حرارة الغرفة، خلاص؟ فمجرد وجود حركة بشكل عشوائي ده اسمه كرنت، فده اسمه ديفيوجن كرنت، نتيجة إن إيه؟ إن الإلكترونات بتتحرك من الأماكن اللي هي فيها هاي كونسنتريشن لأماكن تانية فيها لو كونسنتريشن. فالديفيوجن كرنت هو كرنت بينتج نتيجة إن الهولز أو الإلكترونز بتتحرك من مكانها في بشكل عشوائي في درجة حرارة الغرفة، بحيث إن لو في هنا هولز كتيرة تتحرك في المكان التاني بحيث إن يحصل ديفيوجن. ديفيوجن يعني يتوزع بشكل متساوي. ده نوعين من الكرنت اللي ممكن ينتجوا في السيمي كوندكتور ماتريال، اللي هو الدريفت كرنت والديفيوجن كرنت. لو انا جبت الماتريال ووصلتها بايه؟ ببطاريه. طبعا البطاريه فيها موجب وسالب، والماتريال نفسها فيها موجب وسالب. طبعا السالب بنسبه اكبر او الموجب بنسبه اكبر على حسب نوعها، عملت انت ان تايب ولا بي تايب. سوري. طيب ده اللي هو النوع الثاني من الكرنت، وبيجي نتيجة ان انت وصلت السيمي كوندكتور بتاعتك ببطارية، وبالتالي هيحصل حركة تاني غير الحركة اللي احنا جبناها. يعني انا الماتريال لوحدها من غير ما اوصلها بأي حاجة ولا اضيف لها انرجي ولا اضيف لها دوبنج فيها حركة. لو انت ضفت فيها حركة وفيها هولز والكترونز بشكل ايه؟ بنسبة صغيرة. لو انت جبت الماتيريال دي ووصلتها ببطاريه هيحصل حركه تانيه، هيبقى في تجاذب وتنافر، وبالتالي اللي هيحصل كرنت ثاني وهنسميه دريفت كرنت. طيب هي دي فكره الديفيوجن كرنت، هو ان انت لو الماده بتاعتك في الاخر مثلا بقت ان تايب ودي كلها ان، ايه اللي هيحصل؟ وانا عارفه ان انا عندي بي بنسبه صغيره، هتلاقي ان الالكترونات دي اتنقلت من المكان بتاعها بحيث ان هي تملي المكان ده كله، هتبقى بالشكل ده، اسمه ديفيوجن كارنت، خلاص؟ بحيث ان يبقى يكون لي يونيفورم كونسنتريشن في الالكترونز، هتلاقي ان الالكترونات اتحركت بشكل بحيث تبقى يونيفورم يعني متساوي. ده طبعا بيفسر الفرق بين الديفيوجن والدريفت، هو ان انا هنا في الدريفت عندي بوصل بطاريه، الديفيوجن مش بوصل بطاريه، هيتحرك كده كده نتيجه الـ يعني في يعني الموضوع يعني الدنيا نورم ماشيه نورمال. هيتحرك من كونسنتريشن لو كونسنتريشن، لكن هنا هيتحرك بس بشكل اسرع، تمام؟ طيب هيحصل ايه لو انا جبت الماتيريال اللي هي ان تايب وحطيتها جنب الماتيريال الثانيه بي تايب؟ هيتكون لي حاجه اسمها بي ان جانكشن. فالبي ان جانكشن دي هي عباره عن سيليكون كريستال، سنجل سيليكون. لو انت جبت سنجل سيليكون كريستال وحطيتها عملت لها دوبنج بحيث ان انت توصل الاثنين ببعض، يعني جبت سيليكون كريستال وعملت لها دوبنج فكون لي ان تايب، وجبت سيليكون كريستال وصلت لها عملت لها دوبنج وبقت بي تايب، وحطيت اثنين جنب بعض هيكون لي ايه؟ بي ان جانكشن. طبعا يعني هو مش تضييع وقت ان انا احط الان جنب البي، يعني ان انا لا، دي ليها هدف هيوضح مع الوقت، هو ان ممكن مجرد ما اضيف، طبعا ده هيوضح اصل اكتر بالشرح، مجرد ما اضيف الان جنب البي واضيف بطاريه هيحصل حركه في تجاذب وتنافر، ويحصل حركه بحيث ان انا اقدر اتحكم في الكرنت، ممكن حرفيا يعدي، ممكن بشكل ما اخلي الكرنت ما يعديش اصلا، وبالتالي احول السيمي كوندكتور لكوندكتنج او احول السيمي كوندكتور لانسوليتور. فدي الميزه بتاعه البي ان جنكشن. فايه هي البي ان جنكشن؟ ودي طبعا استخداماتها وهيوضح الدنيا معانا مع الوقت. طيب دي طبعا البي تايب ودي الان تايب.
وهنا بس بيقول لك ان انت لو عندك ان طيب فهي اصلا فيها ان وبي، ولو انت بي طيب فهي اصلا فيها ان وبي. خلاص، فالبي الاصليه لو انت بي طيب ده اسمه ماجوريتي كاريرز، والان الصغيره اللي موجوده في البي طيب هنسميها ماينوريتي كاريرز، يعني هي كاريرز عادي بس ايه مش هي اللي ليها دور كبير، وطبعا اصلا قيمتها بتكون صغيره. ده بالنسبه برضو لان طيب هيكون فيها ان وبي. طبعا متفقين على كل ده بناء على اللو ماس اكشن او الرول اللي بتقول ان دايما لازم يكون في نسبه بين الان والبي ودرجه حراره الغرفه. فلو انت عندك ان طيب، لو عندك سيمي كوندكتور هيبقى فيها ان وبي، لو عندك ان طيب هي اصلا سيمي كوندكتور هيبقى فيها ان وبي برضو، بس الان دي هتبقى ماجورتي كاريرز والبي دي هتبقى ماينورتي كاريرز لان دي هتبقى صغيره. طيب عايزين دلوقتي، انا قلت لو ضفت الان جنب البي هينتج لي كارنت، ولو ضفت الان جنب البي بشكل تاني ممكن ما ينتجليش كارنت وتحول سيمي كوندكتور للانسوليتر، اللي هو ازاي؟ عايزين نعرف ازاي بالتريسنج، او ازاي يعني بأنهي طريقه توصيل ممكن احول السيمي كوندكتور المتيريال بتاعت الكوندكت او العكس. طيب اولا انا همسك الماده بتاعتي ال ان بي تايب وهوصلها ببطاريه، تمام؟ هوصل الماتيريال بتاعتي او الان تايب دي هوصلها ببطاريه، خلاص؟ طيب مبدئيا خلينا نتفق ان الـ لو دي ان ودي بي، دي ماتريال بي ان جنكشن دي ان ودي بي، وجيت وصلتها بحيث ان السالب ده، ما هو الان يعني سالب، وصلتها بالسالب بتاع البطاريه، وجيت هنا البي وصلتها بالموجب بتاع البطاريه، فدلوقتي عندك الموجب متوصل بالموجب والسالب متوصل بالسالب، فايه اللي هيحصل؟ السالب متوصل بالسالب هيحصل تنافر، والموجب متوصل بالموجب هيحصل تنافر، فالالكترونات دي هتيجي كده والهولز دي هتيجي كده، تمام؟ الالكترونات اللي هي لونها ازرق دي هتيجي هنا، ده الازرق اهو هتمشي كده، والهولز اللي هي باللون الاحمر او البرتقالي دي هتمشي كده برضه، خلاص؟ فايه اللي هيحصل؟ المنطقه اللي موجوده، الفرق ما بين الفرق ما بين ال N وال B هتبقى صغيره جدا، بحيث ان مش هيبقى فيه يعني يعني هنا الهولز راحت مكان تاني والالكترون راحت مكان تاني، فالمنطقه دي صغرت، او المنطقه اللي هنا دي ايه بقت صغيره، فالمنطقه الصغيره دي اسمها ديبليشن ريجون او المنطقه القاحله. المنطقه اللي في النص دي بنسميها انترنال فولتج بتاع الديود، يعني فرق جهد داخلي للبي ان جنكشن. فرق الجهد الداخلي ده هو اللي هيساعد ان يبقى فيه كرنت يعدي، بمعنى ان انا لو انا عندي هنا البي بتاعه السورس ده، البي سورس دي الحته دي ب 10 مثلا، خلاص؟ وفرق الجهد الداخلي ده انا عمال اقول صغير، فلنفرض مثلا البي بتاع البي ان جنكشن لما مثلا في دي بتساوي 1، عايزين نحسب الكرنت اللي بيعدي في الدايره دي كلها، فالكرنت هيساوي ايه؟ هيساوي ال V على R، تمام؟ بفرض طبعا لو فرضنا ان الماده دي ليها ريزيستنس، او ان انا وصلت هنا ريزيستنس عادي، فال I بتساوي ال V على R. لو انا عايز اقول ان ال I بتساوي ال V على R، فطبعا هتساوي ال V سورس، ال V الاصلي ناقص ال V بتاع الدود، يعني ال V الصغير على ال R. ال R دي ولنفرض مثلا الريزيستنس بتاع الدود، او الريزيستنس بتاع ال B انجكشن. طبعا انا بقول البي ان جنكشن وديود لان هما الاثنين دول اسمين لحاجه واحده، بس احنا لسه ما خدناش، بس هو البي ان جنكشن ساعات بنسميها ديود. فانت دلوقتي عندك 10 ناقص 1 بيساوي على الار، طبعا هيساوي 9 على الار، بفرض طبعا ان التسعه دي، ان الار دي مثلا احنا متجاهلين ان في ار، فالتسعه دي يعتبر رقم كبير، تمام؟ رقم كبير بالنسبه للايه، للفي سورس، او ان الفي الاصلي ما حصلوش ان هو ناقص كتير. ففي الحاله دي
لما باجي اوصل البي ان جنكشن بحيث ان السالب توصل بالسالب بتاع البطاريه والموجب بتاع البي ان جنكشن توصل بالموجب بتاع البطاريه، بيحصل تنافر، وبالتالي المنطقه اللي في النص بتبقى صغيره، وبالتالي بتكون لي فرق جهد داخل الديود صغير. ولو جينا نتريس هنلاقي ان الكرنت اللي بينتج بيكون كبير. دي ميزه من ضمن مزايا البي ان جنكشن، هي ان هي بتسمح لي بمرور الكرنت. طبعا يعني فكره يعني هيوضح الفرق او الميزه دي لما اشرح الريفرس بايسنج او اشرح الطريقه الثانيه. بنسمي التوصيل ده فورورد بايسنج، او طبعا بايسنج يعني وصلت بطاريه، فورورد يعني وصلت السالب بالسالب بالموجب بالموجب. تمام، لما انت بتوصل السالب الموجب بالهولز والسالب بالالكترونز، هو ده اللي بنسميه الفورورد بايسنج. فتاني انا عندي سيمي كوندكتور، عندي طريقتين عشان احولها لكوندكتنج، يا اما اضيف انرجي يا اما اعمل دوبنج. الدوبنج فيه منه نوعين، فيه منه ان تايب وبي تايب، على حسب انت لما هتضيف ماده ايه والماده دي هتعمل ايه. في ماده هتخلي الكترونات فري، في ماده هتخلي هولز فري. لو انا مثلا جبت الان والبي حطيتهم جنب بعض هيتكون لي حاجه اسمها بي ان جنكشن، ولو جيت خليت البي ان جنكشن دي ضفت عليها بطاريه هيكون لي حاجه اسمها فورورد بايسنج. فورورد بايسنج بالتريسنج هيخلي ان يبقى في كارنت بيعدي في السيركت. طيب خلينا مثلا نشوف الريفرس بايسنج ايه الاختلاف بينه وبين الاختلاف بينه وبين الفورورد بايسنج، وان انت بيكون عندك نفس الان ونفس البي، بس انت بتوصل السالب اللي هو الان ده بتوصله بالموجب هنا بتاع البطاريه، بتعكس البطاريه، والبي بتوصلها بالسالب. وطالما طبعا وصلت انت حاجات عكس بعض هيحصل ايه؟ هيحصل تجاذب، وبالتالي الالكترونات اللي هنا دي هتيجي هنا، والالكترونات اللي هنا دي هتيجي هنا. طالما الالكترونات اتحركت من مكانها يبقى ثابت مكانها ايه؟ ايون. ثابت مكانها هنا ايون. ففكره الايون موجب، يعني الالكترونات بتسيب مكانها ايون موجب، والمنطقه دي هتبقى كبيره. المنطقه دي اللي هي دي كلها بي ان الان ريجن، دي كلها الان ريجن. كتير من السالب اللي موجود هنا هيروح ايه؟ هيروح هنا، وهيسيب مكانه ايه؟ هولز، هيسيب مكانه ايونات. هنيجي بقى على المنطقه اللي هي دي اللي هي بي ان البي ريجن، برضو الموجب هيبقى متوصل بالسالب فيحصل تجاذب، هتيجي هنا هيسيب مكانه ايه؟ كل طبعا دي كلها كانت مليانه، المنطقه دي كلها كانت مليانه هولز. لما الهولز هتتنقل كلها هنا هتسيب مكانها ايه؟ ايون سالب. ده هيبقى ايون سالب، المنطقه دي كلها فيها ايونات سالب. فالمنطقه دي هتعمل كفرق جهد داخلي، فرق جهد داخلي يعني هي طالما ايونات هتبقى متعادله، وطالما متعادله فهي مش هتشارك في اي حاجه، فمش هتخلي كرنت يعدي من اليمادي ولا كرنت يعدي من اليمادي، فيبقى فرق الجهد الداخلي للديود ده طبعا بنريفر لي بالحجم بتاعه، بفرق الجهد بتاعه مثلا كبير، ولنفرض رقم كبير لو ما خليناهوش اكبر من البطاريه خليناه مثلا 9، وكانت الفي سورس هنا بكام؟ ب 10. واجي احسب الكرنت الاقي ان الكرنت هنا يساوي الفي على ار، اللي هو يساوي البطاريه الاصليه اللي هي 10 ناقص 9 اللي هو فرق الجهد بتاع الديود على الار. طبعا ده هيبقى واحد مثلا على ار. هنيجي نشوف واحد، دي طبعا ده واحد ده تقريبا، انا عمال اقول 9 ممكن توصل ل 10. فممكن في حاله الريفرس باسنج الكرنت اللي بيعدي في السيركت بيكون صغير جدا، يكاد يكون ايه؟ تقريبا بزيرو. يعني كلمه تقريبا يكاد يكون بزيرو دي ده معناه ان انا اقدر بشكل ما اوصل للسيمي كوندكتور ماتيريال ان هي تبقى انسوليتور، ان انا اقدر اخليها ما توصلش كرنت خالص. دي طبعا قمه الايه؟ الذكاء في التعامل مع السيمي كوندكتور. لان لو انا جبت الماتيريال وحطيتها في الدايره بحيث ان هي تشتغل كسويتش، بحيث ان لو انت وصلت بشكل ما
مفيش كرنت هيعدي خالص او وصلت بشكل تاني الكرنت كله هيعدي، يبقى انا كده شغال كسويتش اون واوف، وبالتالي اقدر اتعامل مع الكمبيوتر، لان الكمبيوتر اصلا عباره عن زيرو تو وانز. اقدر اخلي الحاجه دي تنور او الحاجه دي تطفي. فدي تاني طبعا فكره البي ان جانكشن، هو ان انا بوصل البي ان جانكشن ببطاريه، وعندي نوعين من التوصيل، يا اما اوصل ريفرس بايسنج يا اما فورورد بايسنج. البايسنج معناه ان اوصل بطاريه، وفورورد معناه ان انا اوصل بحيث ان السالب مع السالب والموجب مع الموجب، والريفرس هو العكس. حاله الفورورد عرفنا عملنا تريسنج ازاي ممكن في حاله الفورورد يبقى فيه كارنت، وازاي في حاله الريفرس هيبقى في ما فيش كارنت، نتيجه طبعا المنطقه اللي في النص دي لما بيحصل هنا ما بيحصل في ما بيحصل هنا تنافر تجاذب، بيسيب مكانه ايونات، والايونات دي بتكون كتير، والايونات دي بتشتغل كفارق جهد داخلي للديود، منطقه مستقره ما بتسمحش بمرور كارنت تاني يعدي، وبالتالي بفارق جهد. فرق الجهد ده كبير، وفرق الجهد الكبير هيؤدي ان الكرنت هيكون صغير جدا، لان الفرق بين الاثنين دول هيكون صفر تقريبا صفر. والعكس طبعا في الفورورد بايسنج، المنطقه اللي هنا صغير اللي في النص دي بتكون صغيره نتيجه ان حصل تجاذب تنافر سوري، هيبقى حصل في المنطقه الصغيره تبقى صغيره جدا، وبالتالي فرق الجهد بتاع الدود يبقى صغير. ولما نيجي نعمل في الايكويشن نلاقي الكرنت ايه؟ ممكن هيوصل لرقم كبير. تمام، ده اختصارا فكره ال البي ان جنكشن وتوصيلاتها. وطبعا هتلاحظ هنا في ثلاثه، دي نتيجه ان الرقم واحد ده معناه ان مفيش البي ان جنكشن في الحاله العاديه، يعني لو احنا جينا هنا هتلاقي ان واحد دي معناها اكوليبريم ستيت او نو بايسنج، ان انت لو عندك البي ان جنكشن بس ما وصلتهاش بحاجه. تمام، فهو في العادي في نوعين بس من التوصيل للبي ان جنكشن، هو فورورد وايه وريفرس. النو بايسنج ده العادي، يعني اي حد لو ما يعني لو ما خدش الاكشن ده فهو ده اللي هو الايكوليبريم ستيت. طيب من هنا بقى بتيجي فايده السيمي كوندكتور، وبدايتها في عالم الالكترونكس وعالم الديود وعالم الترانزستور، وان انا ممكن السيمي كوندكتور احولها لكوندكتنج بالدوبنج، او ممكن احولها ان هي انسوليتور باستخدام في حاله ان انا احط الان والبي جنب بعض في حاله الريفرس بايس. فالسيمي كوندكتور اقدر كانت المين فيتشر بتاعتها، وان النمبر اوف الكترونز بتاعتها مالها كنترولبل، عدد الالكترونات اللي فيها كنترولبل، يعني اقدر ازودها واقدر اقللها. ده اللي واضح فعلا من المحاضره، هو ان انا اقدر اتحكم في عدد الالكترونات الموجوده فيها، وبالتالي اقدر اوصلها مره كوندكت او ممكن اوصلها مره انسوليتور. دي طبعا كانت محاضرة السيمي كوندكتور، إن شاء الله نتقابل في المحاضرة الجاية.